السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياة طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام. ما يتم هذه الاستماع حزول في اللون، فهذه اللقاء منتصف الليل لهذه الليلة سنتكلم عن ماذا استفدنا من هذه المدرسة ولماذا رمضان. هنا نختم كما بدأنا رمضان، نختم لماذا رمضان؟ لكي نعبد الله ونصوم ونجوع ثم نقرأ القرآن ثم فقط. لا، العبادة لا تناقش، نحن نعبد الله يعني في كل شيء وليس رمضان فقط، لأن ربما هناك أشخاص الآن كاين يعني استراحة لكي يعود الناس للمساجد، ولذلك يعني أردت أن أعمل هذا اللايف. هناك استراحة فقط ثم يعود الناس للتراويح على الختم، لكن هناك من صلى رمضان التراويح كلها لكنه حاقد ويحسد، ويعني في قلبه غل وينم ويكذب ويحلف، فلماذا الصيام؟ هذه العبادات هي كلها رمزية، الصلاة والصيام كل هذه الأشياء كلها رمزية، العبادة رمزية لله سبحانه، العبادة تتسم بالرمزية فقط، ليس جبال ثقيلة تحملها فوق يعني صخور فوق ظهرك. وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الصيام فرض، أراده أن يكون فرض لأنه يعلم أن الأكل غريزة، وأن لا يمكن أن ينصحنا بأن نصوم أو أن ينصحنا بأن نقلل من الأكل، لأنه نصحنا عن الإسراف ونصرف، نصحنا عن التبذير ونبذر، فلم يبقى إلا وهو أعلم بنا أعلم بنا منا. فكان لابد أن يفرض رمضان، أن يجعله فرض، ولكي يصوم الناس ولكي يستفيدوا من الصيام فقط، لأن الله لا يحتاج صيامكم. يجب أن تفهموا هذه المسألة، الله لا يحتاج صيامكم ولا صلاتكم ولا، فهو الغني لا يحتاج زكاتكم ولا يحتاج أي شيء، لا يحتاج منكم يعني هذا، الله سبحانه وتعالى أن تحفظوه فقط، أن تراقب الله فقط 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 فقط. فالأنبياء لم يفرض عليهم الله سبحانه وتعالى أي عبادة. سيدنا آدم قال له الله سبحانه وتعالى لا تقرب هذه الشجرة فقط، ثم الأقوام الأخرى لا نعلم، هي إلا الأحكام طبعا، إلا الأحكام العدل والمعاملات بين الناس، لأن القرآن كذلك في اعتراف بالإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل، وليحكم أهل التوراة، يعني كذلك الكتب كلها يعني فيها أحكام، وفيها يعني وليس كتب هكذا يعني منزلة، فيها كذلك أحكام، والقرآن يشير إليها ويعترف بأنها كتب سماوية وأنها كتب من الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من رمضان في حياتنا ليعلمنا الله هذه المدرسة، نتعلم لا نكثر من الأكل فقط فقط. إذا أراد الناس أن لا يصابوا بأمراض أن لا يملأوا المعدة، وإن كان لابد فالغريزة، إنسان غريزة، فالذين يأكلون كثير فعلى الأقل يبقى حلين، وإلا فالأمراض. إذا كان الناس يملؤون الموائد ويملؤون البطون فعلى الأقل لا بد من شيئين، لا بد لا بد، هي الحركة والجوع، الحركة والصيام لا بد. لماذا؟ لأن بدون الحركة والصيام فالطاقة لا تضبط في الجسم، ولما تكون طاقة كثيرة في الجسم فهي تحرق الجسم، فهي تحرق الجسم، يكون خلل هرموني، يكون التهابات في الجسم، يكون شيخوخة مبكر، يكون يعني حتى الخصوبة يعني ترتبط بكثرة الأكل وبالسمنة وبالشحوم وبالكوليسترول. وأنتم تلاحظون أن الذين يأكلون جيد من الأغنياء، الذين يملؤون الموائد، عندهم طفل أو طفلين أو صفر، وهذا سكان البوادي والأرياف يأكلون قليل وربما جوع، ويلدون 9 أطفال وعشرة وخمسة عشر، أنا أبالغ شيئا ما، كانوا يلدون 15 من قبل، أما الآن عندهم 4 5، نزل 6، كاين مناطق عندنا 6 و7. فأنتم ترون لماذا؟ لأن له علاقة كذلك بهذا بالخصوبة، وله علاقة كذلك بكل شيء في الجسم، كل شيء في وجه الجسم كلها تتوقف عن كثرة الأكل. فهذا الأكل الدسم الكثير يوميا بدون حركة، هذا صاحبه مريض، هذا عنده حصوات في المرارة، وعنده حصوات في الكلية، وعنده ارتفاع كوليسترول، وعنده شحوم حول عنده شحوم في المعي الغليظ، شحوم في القولون، وعنده يعني شحوم في البطن، وشحوم حول البطن، وعنده ما عنده مشاكل، عنده اضطراب في النوم، وعنده ارتفاع الضغط، وعنده الناس الذين يأكلون دسم ويظنون أنهم يأكلون جيد ويعيشون جيد، بالعكس هم اللي عندهم أمراض، هم الذين لا يعيشون جيد. الذين يملؤون الموائد ويظنون أنهم يعيشون جيد هم الذين لا يعيشون جيد. الذين يعيشون بالخبز وزيت الزيتون يعيشون أحسن منهم من الناحية الصحية طبعا. ولا أحد يرضى عن معيشته، لا الغني راضي عن معيشته ولا الفقير راضي عن معيشته، لا ندري ماذا يريدون، هكذا الإنسان خلقه الله هكذا. فأن نتعلم أن جسم الإنسان هو كالفرن، إذا كنتم معلين سبق لكم أن ولعتم النار، يعني هذه يعني أشعلت النار في الفرن، يعني كلما أدخلت الحطب في الفرن، كلما أدخلت الحطب كلما زادت النار، ويعني كلما أدخلت الحطب كلما زادت الطاقة واشتعلت النار وزادت النار بكثرة تصبح قوية. كذلك جسم الإنسان كلما أدخلت الحطب الأكل كلما احترق الجسم من الداخل، احفظوا هذه القاعدة، كلما أدخلت الحطب كلما احترق الجسم الداخل،
لان المفاعلات الحراريه هذه الرياكتورز داخل الجسم هم الميتوكوندريات. هذول الميتوكوندريات هو اصل الشيخوخه المبكر ياتي من الميتوكوندريات من التاكسدات. لماذا؟ لان هذه الاحتراقات الكثيره التي تخلف جذور حره ثم لا تجد من يمتص هذه الجذور الحره لكي تخرج من الجسم، فطبعا هي التي تخرب الجسم. فكلما قل الاكل كلما قلت هذه الجذور الحره، وكلما استراحت الميتوكوندريات واستراحت هذا النظام الذي يستخرج به الجسم الطاقه، لانه كلما هذه الفيتامينات كلما كثر الاكل كلما احتجتم كميه من الفيتامين اكثر والاملاح اكثر، لان الفيتامينات والاملاح هي التي يستخرج بها الجسم الطاقه من الاكل. كلما اكلتم كثير كلما الجسم استهلك الفيتامينات والاملاح اكثر. فلذلك في البوادي ليس لديهم نقص الحديد ولا نقص الفيتامينات لانهم لا ياكلون كثير. هنا نفهم صحة الإنسان أحسن من كليات الطب الآن التي تدرس أشياء نظرية، نفهم أشياء يعني هكذا إتيولوجية نراها بأعيننا في المجتمع هذه. نرى أن الناس الذين يقللون الأكل لا يصابون بالشيخوخة المبكر، وهو عكس تماما عكس ما يفهمه الناس. الذين يملؤون الموائد هذو يعني الميسورين الذين يظنون أنهم يعيشون جيد وأنهم مبرعين، هذو هم اللي عندهم شيخوخة المبكر تماما. الفقراء في البوادي وحتى في المدن، الفقراء الذين لا يأكلون كثير هم الذين لا يصابون بالشيخوخة المبكر. يعني لاحظوا يعني هو عكس تماما، يعني كلما اكلت كلما يعني احرقت الجسم. الشيخوخة المبكر هو اوكسيديشن، تاكسدات داخليه تخرب الاعضاء، ومنها حتى الشيب من البصر من الاسنان تتخلخل، من السمع يقل، من الامتصاص يتراجع، من حتى هذه الكولاجين، هذه الكولاجين يرتفع في العضلات، نسبه الكولاجين ترتفع كلما تقدم السن بالانسان، ثم تتراجع الهرمونات وتتراجع الانزيمات في الجسم مع السن طبعا، لان لا بد من هذا المنحنى يصعد ثم لا بد وان يرجع الى اردل العمر، لا بد وان يفقد الشخص يعني بعض الوظائف ويفقدهم يعني تدريجيا. فقط هذا الانخفاض للنمو يجب ان لا يكون سريعا. يعني هناك من عنده يعني الان شيخوخه مبكر على سن 40، شيخوخه مبكر ممكن يكون على 90 سنه، يعني الناس كانوا يعيشون 120 و130. فإذا كان الشيخوخة المبكر الآن 35 و40، الناس عندهم شيب وعندهم باركنسون وعندهم كوليسترول وعندهم حصى في الكلية وحصى في المرارة وعندهم تراجع في البصر وعندهم أسنان كليل بدل الأسنان، عمل هذو الأسنان الصناعية على عمر 35 سنة. من قبل الناس باقي عندهم أسنان، الحمد لله إحنا باقي عندنا الأسنان اللي خلقهم الله على عمر 70 سنة، وربما إن شاء الله نتمنى يبقوا عندنا العمر اللي غنعيشوه نحن لا نعلم، ولكن خير إن شاء الله. فقط العمر الذي نعيشه سنعيشه إن شاء الله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونوحد الله ونعبد الله ما استطعنا. يقول شخص أنني أعبد الله وسأدخل الجنة وسأكسر باب الجنة وندخل ما استطعت، ستعبد الله ما استطعت. لا يظن شخص أن العبادة هي التي يعني ستعبد الله ما استطعت، الأشياء التي تقدر عليها فقط ولن تقدر لا تظن أن العبادة سهلة. العبادة ليس هي الصلاة والصيام، العبادة هي أنك لا تكذب وتحفظ لسانك ولا تجرح الناس ولا تأكل مال اليتيم ولا تتعدى على الناس، يعني ولا تفشي العداوة والفتنة بين الناس، ولا يعني كذلك تأكل الحرام، وألا تكذب، وأن تصدق في عملك، وألا تغش في عملك، وألا تغش في حرفتك، وألا تغش في بيعك وعيشه. العبادة ليست سهلة، أن تراقب الله، أن تراقب الله ما دمت صاحي. لما تكون نائم القلم مرفوع لا يسجل، لما تكون نائم فأنت ميت، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، لكن لما تستيقظ يبدأ القلم يسجل، تبدأ الصحيفة تمتلئ، وصحيفتك املأها بما شئت، املأ صحيفتك بما تشاء، كل ما تسب وتشتم وتفعل فهو مسجل وستملأ به صحيفتك، فاملأ صحيفتك بالحسد وبالحقد وبالكراهية وهذا ستملأ صحيفتك، وفي الأخير ستدفن في الأرض. النهاية ستدفن في الأرض، تيرمينوس ستدفن في ثوب من أرخص الأثواب، وستدفن في الأرض ليس بإرادتك، ستدفن، خلقت لتدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها تخلقنا وسيعيدنا وسيخرجنا منها الله سبحانه وتعالى. فنستفيد من رمضان أشياء تخصنا. العبادة نعم لا تختزل، العبادة لا تختزل في الصيام والحج والصلاة و العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله سبحانه وتعالى، هذه هي العبادة الصحيحة، نعبده بالصراط المستقيم. يجب أن لا تخرج من طريق المستقيم، تمشي مع الصراط المستقيم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى.
هذه هي العبادة الحق، أن نعبد الله بالصراط المستقيم، ونستعين على العبادة بالصلاة. الصلاة ليست عبادة، نستعين على العبادة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة نستعين بها على العبادة. إذن يفهم الناس هذه الأشياء. ولذلك لما الشباب قلنا له بأن يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن قراءة جيدة، أن تستفيدوا، أن تتبعوا الكلمة في القرآن، تتبعوا الكلمات في القرآن، تتبعوا الكلمات في القرآن. مثلا كلمة عبادة مثلا، تتبعوا العبادة، والعبادة ليست هي العبودية لله أبدا. لا يريد الله أن نكون عبيدا له، لا يريد منا الله أن نكون عبيدا له، مرة يريد منا أن نكون عبادا له، لأن عبادا فيها الإرادة. العبيد تكون للبشر، لما تكون عبدا مملوكا للبشر. ضرب الله عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ليس لديك إرادة، أنت مملوك لشخص. أما لله فأنت لست عبد، أنت من عباد الله. الله تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. هذو عباد الله. أنت فهم يعني تبعوا الكلمات في القرآن، وفي القرآن كيف يفسر نفسه ممكن تفهموا، راه نزل للناس باش يفهموا يعني، ليس قرأوا القرآن وخليوكم من هذا الضجيج والغبار والتلوث والأوساخ. قرأوا كتاب الله. الله أنزل كتابا هو القرآن فقط، لم ينزل شيئا مع القرآن، وأنزل التوراة ولم ينزل شيئا مع التوراة. سيدنا موسى جاب الألواح، ما جاب لهم الأحاديث ولا، والإنجيل نزل الإنجيل لم ينزل معه شيء. لا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا وينزل حداه بجانبه شيء آخر، لا يمكن، لا يمكن. الله نزل كتابا محكما فصلت آياته، هذا الكتاب يجب أن نقرأه ونفهمه فقط، هذا هو الكتاب الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى. الشباب تقرأ القرآن، الله عليكم أنا بعدكم القرآن وكتروا لكم الكتب بجانبه، هناك كتب كثيرة بجانب القرآن. قرأوا القرآن أولا، القرآن أولا، ثم ننظر ما في هذه الكتب، شوفوا شنو فيها الكذوبات ديال الدولة العباسية، نشوفوا. المهم قرأوا بعد القرآن عاد نشوفوا المسائل الأخرى اللي ألفوها كتبوها يعني هذا. فعلي لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يقول لك لا التواتر والسلسلة والعنعنة وعن فلان ومقصد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ردي قرنين، شكون اللي باقي يروي الحديث بعد قرنين؟ شكون من؟ خير إن شاء الله، خير خير إن شاء الله. هذه المسائل لا سنتكلم فيها الآن، نتكلم في نستفيد من رمضان علم الأغذية والتغذية وصحة الناس، مسائل أخرى سنعود إلى هذا التدقيق. ولدينا الوقت، نحن لا نستعجل، لدينا الوقت إن شاء الله، لدينا الوقت حتى نمسخ هؤلاء إن شاء الله، وأكيد إن شاء الله سنمسخهم، لأننا في عصر العلم، في عصر العلم وعصر التحقق من الأشياء، وعصر يعني التبرير الأشياء، وعصر فهم الأشياء، وعصر الوضوح، وعصر الرقمنة، عصر العلوم. يجب أن تناقش الأمور التي رفضوها هكذا ظلما. الولد للفراش ورؤية الهلال يجب أن تكون بالعين المجردة. مسائل علمية، لماذا العلوم إذا كنا لا نستعمل تلسكوب في رؤية الهلال؟ لماذا؟ لماذا هذه العلوم؟ لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا العلوم ويريدون أن يروهما الهلال. والله هذه أشياء سنتحقق منها وسنعود إليها بالتفصيل وسترون يعني هذا 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 الظلم اللي وقع، وهذا الضلال هذا اللي وقع للأمة. لماذا العلم؟ لماذا هذه العلوم الكونية؟ لماذا؟ لماذا هذه العلوم؟ لماذا؟ الإنسان وصل ساتيلايت، وصل إلى الفضاء، ثم في الأخير الهلال نبقى مختلفين في الهلال، لا نريد هذا الهلال يبقى تم، خصنا حنا اللي نشوفوه تما. شيء مضحك ولا شيء، شيء مخزي وليس مضحك. لا نستعمل الآلات في رؤية الهلال، ولا نستعمل يعني المختبر في التحقق من النسب. الولد للفراش، سنتكلم بالتفصيل عن هذه الأشياء. معذرة عفوا، مشكل الكونيكشن فقط، يعني انقطاع في الكونيكشن ماشي مشكل. فهذه يعني هذه العيادة الربانية رمضان، العيادة التي دخلنا إليها 30 يوم، أنت دخلت 30 يوم إلى مصحة الرحمن. فإذا لم يعني تعالج نفسك، إذا هذه الأمراض لم تختفي، فإنك لم تصوم رمضان بالطريقة الصحيحة من الناحية الكونية، لم تصوم رمضان بالطريقة الصحيحة من الناحية الكونية، لأن لا يمكن الله سبحانه وتعالى يفرض علينا 30 يوم ثم تبقى هناك أمراض مثل ارتفاع الضغط، ومثل حصوات المرارة، وحصوات في الكلية، ومثل السمنة، ومثل المسائل التي يجب أن أمراض مناعية ذاتية يجب أن تتوقف، سرطانات يجب أن تتوقف. إذا لم يعني يحس الناس بتحسن ولم يعالجوا أنفسهم، فهناك خطأ في الصيام من الناحية الكونية، هناك أخطاء في الصيام من الناحية الكونية، أن الناس يأكلون كثير في الليل، وأن يكون الحلويات والسكر، ونحن
يعني يا ما نصحنا الناس والله يا ما نصحنا الناس بأن هذا رمضان الآن مشى، يعني فاتتكم هذه الفرصة. والناس قبل رمضان هذا الجشع والخوف والجوع والأكل ويخوفون الناس ويرعبون الناس من رمضان وكأنها الحرب العالمية التاسعة. رمضان هاو الآن، نحن الآن في الشهر الثالث، نحن صايمين 3 أشهر وسنصوم شوال كذلك بدون أي مشكل. 4 أشهر نصوم 4 أشهر، ونطمع في السنة كذلك نصوم فيها أيام كذلك، لماذا؟ لأننا فهمنا معنى الصيام، لماذا الله سبحانه وتعالى فرض 30 يوم. والله لو اكتشفتم سر الصيام لن تصابوا بأمراض أبدا، فقط أن تكتشفوا لماذا فرض الله 30 يوم، ليس لنعبده ونقرأ القرآن والتراويح وكذا، صعب هذه عبادة، هذه لا نتكلم عنها، عبادة لا نتكلم عنها، نحن نعبد الله ليس برمضان بكل أشياء، ولكن لنا نحن يجب أن نستفيد يا عباد الله. والله رمضان ضر، يعني رمضان أخفوه على الناس، أضفوا عليه صبغة دينية، حتى الناس لا زال الناس يقولون أنا تقرب إلى الله في رمضان، الأيام الأخرى لا تتقرب إلى الله، 365 يوم في السنة يجب أن تتقرب إلى الله وأن تصلي النوافل وأن يعني تفعل مثل ما تفعله في رمضان، 365 يوم وليس 30 يوم في السنة. واحد شوف 30 يوم ماذا عملت فيها؟ لم تنم، لم تكذب، لم تحقد، لم تحسد، لم تحلف، لم شوف أنت صائم وشوف ماذا تعمل. فيعني الناس أن يحرصوا على العبادة طول الوقت. نقول يعني سأعمل عمرة وأدعو الله في الحرم لكي يستجيب لي، هكذا فهموا الناس، يعني غادي يمشي يغفر لي الله الذنوب ملي كنمشي عمره يغفر لي الله، هكذا فهموا الناس. من الله ليس موجود معك هنا، يعني لما تدعوه لن ليس موجود معك، لا يقبل دعائك. والله ما حددش المكان ولا الزمان، لم يحدد مكان ولا زمان لاستجابه للدعاء. ليس هناك مع الصباح وبعد الصلاه ودبر كل صلاه، لا يوجد. الله كيقول في القران واذا سالك عبادي عني فاني قريب، كلمه قريب هي قويه في الايه، اجيب دعوه الداعي. طبعا هل شخص يدعوك ولا لا تجيبه؟ اذا دعاك شخص لا تجيبه لا يمكن، طبعا سيجيبنا الله، ولكن كيف يريد هو سيستجيب ويجيبنا كيف يريد هو وليس نحن. شغل نقول يا ربي بغيت مليون مع 8 الصباح يعطيها لنا، لا يمكن. يعني أنا قد سمع دعاءك لكن ما فيه خير لك يعلمه الله لا تعلمه أنت. وإذا سألك عبادي عني وهذه رجعت في الآيات مع الآيات الصيام، الآيات دي الصيام فرقم الله بهذه الآيات هنا داخلة معهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منك، قريب يسمع ويرى، قريب 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 منك، قريب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه يعلم خائنة الأعين، عرفتوا خائنة الأعين إيش؟ يعني كيف تخون العين نظرة، يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالقرآن يفهم إذا ركزتي معاه يفهم. وهنا الله ما شرط لا مكان يستجيب فيه للناس ولا وقت يستجيب فيه للناس، ولا الثلث الأخير من الليل ولا عشراء ولا 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 عيد الأضحى. الله يستجيب للناس في جميع الأوقات، فقط ادعوه، يجب أن تدعو الله ويتخلص أولا، تخلص أولا لله ثم تدعو. والله يستجيب حتى للكافر، ليس بالضرورة أن تصلي ركعتين وتدعو الله، حتى الكافر يستجيب له الله سبحانه وتعالى، حتى الكافر إذا دعا الله يستجيب له، يستجيب لكل. سيدنا إبراهيم المدعى، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر ومتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. قال سيدنا إبراهيم ليس الذين آمنوا فقط، حتى الذين كفروا سأعطيهم نفس الأشياء للذين آمنوا واستجيب لهم. لماذا؟ لأن إرادة، لأن يتركك طبعا الحساب سيكون يوم القيامة. هذه مش هكذا يفهم، تفهم الأشياء. ونعبد الله بحب الله سبحانه وتعالى ونكون معه. تصور أنك تكون مع الله يؤنسك يعني 24 ساعة، الله معك، تتفكر بالله ما تنساش 24 ساعة معك، الله يعيش سعيد، الله ما يكون عندك ديبريشن ولا توتر عصبي ولا 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 عيش، لأنك تنسى الله لما تفجر، تنسى الله. هذا هو يعني الناس يخشى لهم هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن. كيف يزني الزاني وهو مؤمن؟ معنى مؤمن يعني مؤمن أنك تستحضر الله معك، يعني أنك لا يمكن، هل يمكن يكون الله معك وتمشي تعمل مصيبة؟ لا يمكن. نستفيد من رمضان هذه الهدية التي هداها لنا الله سبحانه وتعالى لنا لأنفسنا لصحتنا لأبداننا لكي لا نصاب بأمراض، لنعبده الله، لنعبد الله سبحانه وتعالى في أحسن حال. هناك من يقول أن صحة العقيدة مقدمة على صحة الأبدان، من قالها؟ شكون اللي قالها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قلتها غير أنت، قولك هذا رميه، من قال هذا؟ صحة الأبدان مقدمة على صحة العقيدة مقدمة على صحة الأبدان، يا رب تاعي حيت أنت دارس العقيدة، أرى صحة الأبدان قبل صحة العقيدة، لأن بدون صحة الأبدان لا تكون صحة العقيدة. الناس يعرفوا هذه المسألة، لما تكون مريض وعندك السرطان ما غتصليش، ما غاديش دير التراويح، ما غاديش القيام، ربما ما تصومش. صحة الله باغي صحة الأبدان. الله يريد منا أن نعيش في أحسن حال ثم نعبده طبعا،
وليس نعيش في أحسن حال هكذا بدون دين وبدون عقيدة، لا يمكن. الناس فهموا معنى الصيام ومعنى فرضه الله، معنى كتبه الله، معنى فرض علينا الله 30 يوم، فهموها يا عباد الله. لأن المشكل غادي يخرج رمضان، صليتوا التراويح يخرج رمضان صافي دخلتوا الجنة باب الريان، يعني مشيتوا الجنة راكم فيها. يخرج رمضان غترجعوا الأكل وتملؤوا الموائد وتخلطوا الأكل والسكر والزيوت والمقليات واللحوم، ثم في الأخير يعني لا تستفيدون من رمضان بهذه الطريقة، والله لا تستفيدون من رمضان إذا كنتم يعني لا تتعلمون يعني تدخل التكوين. كاين اختصاصيين كيجيو للمغرب ولجميع البلدان كيعملوا للناس تكوين، مثلا يجيو لكلية الطب كيعمل تكوين في 4 ساعات، كاين ناس كيجيو يعطيو تكوين في 4 ساعات، كاين اللي كيعملوا تكوين في 6 ساعات، كاين تكوين في 6 ساعات فقط. جاي من اختصاصي من كندا ومن الولايات المتحدة ومن ألمانيا، كيجيبوا شي جمعية ولا كيجيبوا مثلا يجي لكلية الطب ولا كلية العلوم، ماشي كيعمل تكوين للناس السيميناري هذه للناس 4 و6 ساعات كيعلموا أشياء. الله 30 يوم هو كيعلمنا وما كنتعلموش، 30 يوم كيعلمنا الجوع فقط، غير بغى يعلمك الجوع الله سبحانه وتعالى، ويعلمك جوع وما تخافش من الجوع. هذاك الخوف يعني يجب ان لا يكون، يجب ان لا تخاف من الجوع. وكلما جعتي كلما كان صحتك جيدة. انا اعطيت امثله واقعيه وليس علميه، اما الامثله العلميه الاف المنشورات. احنا اعطيناكم اشياء تفهم، لان الله سبحانه وتعالى في القران المكي ليس هناك علوم ولا ادوات ولا شيء. يعني كيف يبين للناس يعني ما كاينش علوم الكون، الناس في الجاهليه ضرب امثله بالاشياء التي يشاهدونها باعينهم، رفع السماوات بغير عمد. الناس كيشوفوا السماء ما عندهاش الاعمده طبعا، وضرب امثال والجبال ارساها، كيشوفوا الناس الجبال راسيه فوق يعني فوق الارض. ضرب امثله يعني من العلوم الكونيه، ضرب امثله في القران المكي، بدا بالعلوم الكونيه كيوري الناس اياته في الكون في الخلق قبل الاحكام في القران المدني. هذه العلم علينا حتى بعد القران نزل في مكه مكي ونسبوه للمدينة، المعوذتين نزلت في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم تسحر في المدينة، وتقول لك ملي تسحر الرسول نزل المعوذتين وقراهم والسحر مشى. والله يا هؤلاء بعد هذا كانوا بعد غير راعي وشوية راعي، وهذاك الشيء اللي كيكتبوا لي أنا غادي يجي واحد الجيل ذكي وغادي يجي عصر الرقمنة وهذه الأشياء غادي يقراوها الناس بعقل وبذكاء، يقراوها الناس بعقل وبذكاء. تبدا يعطيك واحد الرقم، واحد الملاك عنده 600 جناح، واش حسبتيها؟ كان هذه الارقام هاد الشباب راه يقبلها، لن يقبل عقله ما يقبلهاش، وهي نيت العقل ما يقبلهاش. هذا هو المشكل. دابا الناس راه الناس يظنون بان بهذه الغوغائيه ديالهم راه غاديين يضغطوا على الناس، والله لن يكون، قد انتهى عصر الكهنوت، انتهى عصر الكذب، انتهى عصر التدين، انتهى، والله لن يكون، انا اقسم لكم. يعني الشباب سيقرا هذه الاشياء لن يقبلها، حتى عقله لن يقبلها، سيقرا بعض الاشياء اللي في الكتب العرارم هادو، سيقرا اشياء لن يقبلها عقله، لن يقبلها عقله وتلزمها عليه، تقول لي لا. شنو أشياء التي نقرأها إلى حد الآن؟ المرأة والكلب الأسود يقطعون الصلاة، ماشي عار عباد الله، واش هذا الحديث عار عباد الله؟ هذا الحديث هذا عاد بداوا الأدب كيقولوا راه ما كاينش، راه ما كاينش، الحمد لله بعدا بداوا، والله الله يجازيهم بخير، بعدا الحمد لله بداوا كيقولوا راه ما كاينش. لماذا الكلب الأسود؟ الكلب الأسود يقطع الصلاة، إذا الكلب الأبيض لا يقطع الصلاة. أدي لا إله إلا الله، راكم قراوها الناس النص بالعقل، بالعقل اللي عطاهم الله ماشي بالبطاطيس، راكم الناس قراوا بالعقل راه غاديين يعرفوا المسائل هذه. لماذا الكلب الأسود؟ كون قالوا غير الكلب، المرأة والكلب، الكلب الأسود. إذا الكلب الأبيض يعني لا يقطع الصلاة في هذه الحالة هذه، يعني شيء والله شيء يندلها الجبين. ولا زال هذه الخطابة، هذه الخطابة الدينية لا زالت يعني تريد أن 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 أن, أن تمسك عقول الناس. كفى، يجب أن يتحرر الناس من هذه الخطابة الدينية الله. هذه لا تفيد في الناس، حتى في خطبة الجمعة الآن عقيمة. خطبة عقيمة لا يستفيد منها المسلم بجميع البلدان، ليس المغرب، حتى جاليتنا في الخارج عندهم خطب عقيمة في مساجد أمريكا ومساجد أوروبا، خطبة عقيمة في مساجد باريس، مدينة باريس، مدينة باريس يجب أن اللي يعطي خطبة يعطيها بلد فيه العلم ومتقدم، مدينة باريس خطابة ما لا تصلح لشيء، يعني شيئا من هذا شيئا شيئا. حان الوقت كي نفهم ديننا، حان الوقت كي نفهم الدين على حقيقته، ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبقين يتحججون هما آتاكم الرسول فخذوا، نعم نعم ما آتاكم الرسول وهذا، كل بغي يعورها من جهته، كل بغي يرد القرآن ليه، ما آتاكم الرسول فخذوه، نعم هذا هذا هو اللي جاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة ديال المحمدية هذه، ماذا تريدون أن تقولوا؟ وما آتاكم، ماذا تريدون أن تقولوا؟ وهذا ما آتاكم الرسول وهذا. يعني الناس يقراوا يقراوا، ما طلبنا والو من الناس، يقراوا الشباب، قراوا قراوا. كي كيشوف غير عنوان على فيديو، الفيديو ديال المسترزقين دوك الطلبه ديال اليوتيوب، كيشوف عنوان عشير على يقول لك اه فلان كذب الصحابه، اه فلان ملحد طعن في الصحابه، اه فلان طعن في كتاب الله، ملي تقول له طلع لي شنو قال، ما كاينش، لا يوجد، كاين يوجد، يعني كذوب مكتوب على اليوتيوب، كله كذب، كله 100% 160% كله كذب،
والناس صدقوا، الناس بقوا يسبوا ويشتبوا يخبطوا. ماذا يقع في هذه الدنيا؟ لا تظنوا أن الأمر سهل، لا زال يسول يسول استمزق ديما هذه الكلمة هذا الشعار هذا، لا زال يسول استمزق عليه الإخوة في البلدان الشرقية يسول، هي لا زال هاي أمور خطيرة ستخرج. ولذلك يجب أن نستفيد من الصيام لأبداننا ليس لعقيدتنا. أوضح، فرض الله 30 يوم لأبداننا، وإذا تعلمنا الجوع وتعلمنا هذه الموائد لا تملأ ونسينا الأكل لن تكون هناك أمراض، والناس مقبلين على مرحلة خطيرة بالنسبة للأمراض. الآن الأمراض غير مشخصة، كاين أمراض الآن مشاو عند الأطباء، كاين الناس يموتون بالأطباء ما عرفهمش كيفاش ماتوا، كتخرج رغوة من فمه يتوفى، كاين الناس وصلوا للمستشفى ماتوا. سنقبلين على مرحلة خطيرة، والله سبحانه وتعالى القرآن صالح لجميع الأوقات، ومعنا الحل معنا الحل معنا الحل. يجب أن يفهم الناس الأمور كي دايره. سر الصحة عقله، هذه شفوا عليها شفوا عليها، عقله هذه عقلوها مزيان. سر الصحة الجوع. الذين لا يريدون شيخوخة مبكر لما بغاوش، سر الصحة الجوع، سر الصحة الجوع والحركة طبعا لأن الله خلق الإنسان يسعى. سر الصحة إذا أردتم أن تكونوا بصحة جيدة الجوع والحركة، الجوع والحركة. وينفع النساء أكثر من الرجال، ينفع النساء أكثر من الرجال. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.